صباح الخير. بدي احكي شغلي قبل نهار الخميس اجتماع بعبده. بدي اقول انه كل يوم مسؤول بده يقف قدام مسؤوليته. يعني مش انه يابا انا بدي افكر اذا انا عبالي اطلع ولا ما عبالي اطلع. في شعب ما احترق سلافه اولا. في ناس ما بتقدر تاكل وسببها هو استبداد للسلطه اللي بيرقصها اللي داعي الاجتماع الامني. مظبوط. ما فيك ترجع تعومها انت لهالسلطه. يعني مين ما كنت تكون ومين شو ما كان رايك ما فيك ترجع تعومها. السلطه سقطت شعبيا. بدك تلاقي تطلعات الشعب اللبناني شو بده خير موقع. في فئه بامه وابوها من المسيحيين ما انا قاري حدا مش شايفه حدا ولا قاري الشعب الجوعان ولا قاري السوال ولا قاري حدا. هيدي ما فيك تهمشها وما فيك انت تاخذ قرار تحمل حالك وتطلع 100%. بعدين كمان شو كمان اجتماع امني. اجتماع امني ما بيصير عن طرف يا جماعه. اليوم الرئيس هو طرف. جماعته هن بالشارع ضد الثوار. صح. في صحيح لازم يصير في اجتماع امني بين الحزب وبين القوات اللبنانيه اكيد لازم يصير في فتنه. لازم يصير في قسم ربك. لك يا ابو الدين البطل اللي حملك. لك هذا الزلمه بيفهم.